السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا عبقري الشبكات. موضوعنا النهاردة هيكون عن إعدادات المطور على أكسس بوينت 701 سواء فيرجن 1 أو فيرجن 2. فرع المتصفح طبعا الديفولت اي بي بتاع المطور زي ما قلنا بيبقى 192.168.1.1 انتر. حاجة بندخل على السيت اب ادمن. طبعا اول حاجة هنا بنعملها بنغير اي بي الاكسس لرينج الاي بيهات اللي احنا شغالين بيها في شبكتنا. كلنا طبعا بنبقى عاملين رينج الاي بيهات للاكسسات غير رينج الشبكة، يبقى 192.168.1 مثلا هنخليها في رينج اكسساتنا، و 192.168.101 مثلا او 102. ابلاي سيتنج. سيت لحد دلوقتي طبعا اي بي الاكسس ضاير معانا، مخلينا 102، هيبقى الدخول بتاعه 192.168.1.102 انتر. تمام كده. زي ما قلنا هندخل على اول حاجة سيت اب ادمن. طبعا اهم حاجة هنا بنعملها في الصفحة دي اننا بنقفل الدي اتش سي بي سيرفر، ده عشان ما يحصلش في معانا قفلة في الشبكة. دي اتش سي بي سيرفر هنعملها ديسيبل. ابلاي سيتنج. سيف. هيبقى الصفحة دي سيز وبنقفل الاوتوماتيك. دول اهم حاجتين. طبعا دلوقتي هيدينا مثلث اصفر لان قفلنا الاوتوماتيك في الاكسس، فبالتالي لازم نكتب اي بي مانوال. طبعا عملنا هنا ريبير طبعا الاوتوماتيك دلوقتي مقفول في الاكسس، فبالتالي مش هيدينا اي بي. هندخل طبعا جنرال بروبرتيز انترنت بروتوكول تي بي سي بي، ندخل على يوزر لونج اي بي ادرس، هنكتب اي بي في رينج اي بي الاكسس دلوقتي عشان نقدر ندخل عليه. طبعا اي بي الاكسس قلنا 102، هيبقى ده 192.168.1 وليكن مثلا 100. سب نت ماسك. اوكي. كده نعمل ريفريش. تمام كده دخلنا على الاكسس. تاني حاجة طبعا ندخل على قائمة وايرلس، هنختار منها المود اللي هنشتغل عليه هو ودي ستيشن دبليو دي ستيشن، نختاره. طبعا هنا المود بتاعنا سواء المود اللي شغالين بي او جي او بي جي او ان جي او ان اونلي، طبعا كلنا شغالين على البي اونلي، نختارها. هنا اسم الشبكة طبعا او عدد التكرير اسم الشبكة اللي هي هنبث بيها من خلال الاكسس تاني سواء لاب او تليفون حواليه. طبعا ادفانسد سيتنج هنختار منها الدولة يونايتد ستيتس اللي شغالين عليها. بعد كده ابلاي سيتنج،
يبقى اخترنا هنا المود اللي شغالين بيه، سيف. حاجة هندخل على status، على wireless، على wireless. هننزل اخر الصفحة، هنختار seed survey، بحث عن الشبكة. تمام، جاب لي الشبكة دلوقتي. طبعا هربط على شبكتي، وليكن مثلا الشبكة التانية دي، يكون موجود قدامها طبعا الماك، اسم الشبكة، القناة اللي انا شغال بيها، النويز البيكون 100% اوبن، السكيورتي اختار جوين، تمام كونتينيو. تمام كده رجعني الوضع اللي انا شغال عليه او وضع الاكسس. نزل لي اسم الشبكة خاص بيا، ابلاي سيتنج. طبعا لو انا في وايرلس سيكيورتي، عامل نظام حماية على الوايرلس بتاعي، بدخل على وايرلس سيكيورتي، ادوس ابلاي سيتنج. تمام كده سيف. تمام، بعد كده زي ما قلنا لو في سكيورتي وايرلس او وايرلس سكيورتي، نظام حماية للاكسس بتاعنا او الشبكة بتاعتنا، بندخل عليه. طبعا بنختار نظام الحماية اللي احنا شغالين بيه، دبليو بي بيرسون او دبليو بي اي تو او دبليو بي اي تو بيرسون ميكس او دبليو اي بي او 802.1x. ده طبعا بيبقى خاص بالاكسسات فقط، الاكسسات تبلينك او الاكسسات اللي هي ال54 ميجا بايت، 501 القديم. لحد هنا الحمد لله كده خلصنا اعداداتنا، تمام مفيش اي مشكلة. لو عايزين نراجع طبعا بنراجع من خلال، قلنا اول حاجة بندخل على سيت اب، بنغير اي بي الاكسس، بنقفل الدي اتش بي دي اتش سي بي سيرفر. تاني حاجة قلنا بندخل على قائمة وايرلس، بنختار المود دبليو دي اس ستيشن، بنختار سواء شغالين على بي او جي او بي جي. بعد كده قلنا بنختار الدولة اللي شغالين بيها. اخر حاجة قلنا بندخل على الستيتوس، ندخل على وايرلس، بندوس سيت سيرفي. طبعا انا بيبين لنا السيجنال كواليتي، جودة الإشارة بتاعتنا، طبعا عشان أنا بعيد عن الشبكة دلوقتي فبتظهر وتختفي. إنه طبعا بتاعنا اس ان ار، الرات ميكسد، يا ار اكس رات، تي اكس رات. طبعا ابلود والداونلود 1 ميجا، ده طبعا نظرا للمسافة اللي بيني وبينه والإشارة اللي رابط عليها. ده طبعا السوفت ده مميزاته كبيرة جدا، جربت على اقل اشارة في نفس الوقت، بينج وداتا ريت عالية جدا. طبعا اللي مش هيعجبه السوفت ان شاء الله ده او مش هيريح في شغله، اتمنى انكم كلكم تجربوه يعني، واللي ما يرتاحش في شغله هيلاقي ان شاء الله معنا في الشرح الجاي الرجوع من المطور للسوفت الاصلي بتاع المصنع بتاعنا، بتاع المصنع الاكسس. لحد هنا انتهى الشرح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.